مشاهدينا الكرام متابعينا متتبعيتي في بازي دا نهاية المباراة النهائية في بطولة الرواد بتعاون مع عمدة الشرائع الغربية العمدة مسعد المطرفي. البطولة التي ذهبت لمصلحة فريق الرواد على حساب شباب العز بهدف كان قاتلا في اللحظات الأخيرة. ويسعدني أن يكون إلى جانب رئيس أكاديمية الدريم تيم إسماعيل إبراهيم. فريق الدريم تيم للمعلومة شارك في هذه البطولة لكنه كان من المغادرين، والبطولة التي ضمت 4 فرق. إسماعيل في البداية هارد لخروجكم من هذه البطولة، فريق دريم تيم أتيحت له الفرصة لكنه لم ينجح في تخطي شباب العز من أجل الوصول إلى المباراة النهائية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأهني جميع الشعب على اليوم الوطني. فريق دريم تيم شارك البطولة موقف من أكثر من شهر ما بيتمرن. الأستاذ أبو خالد قدم لنا دعوة للمشاركة في البطولة، عرفنا خروج المغلوب وشاركنا في البطولة، يعني ما تعب البطولة ولا صح. الحمد لله العيال ما قصروا ضد شباب العز ولعبوا التكتيك، المدرب طلب منهم تكتيك وما قصروا ما شاء الله، مشوا بنفس التكتيك ونظموا بلنتيات كمان، الحمد لله على كل حال. أكاديمية دريم تيم من الأكاديميات التي تتطور بين الحين والأخرى من فترة لفترة، وش الشيء اللي راح يختلف في دريم تيم في الفترة المقبلة أو مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد إن شاء الله بعد فترة الحج؟ حول الله، بعد الحج فريق دريم تيم راح يكون من أفضل فرق مكة بحول الله من ناحية بطولات، راح ننافس بإذن الله بالبطولات. السنة الماضية انتهت كإعلان للفريق، وحاليا بنفكر في السنة الجاية ننافس أكاديمية نور، ننافس الوفا في البطولات، وبنطلع كمان بإذن الله جدة، نحاول نطور نفسنا بإذن الله خارج مكة. أخيرا، ما هي الكلمة التي توجهها للاعبين بعد الخروج؟ لا أستطيع أن أقول إخفاق، لكن بعد الخروج من هذه البطولة اللي تعتبر بطولة حبية ودية بمناسبة الذكرى 83 للمملكة. اللاعبين شهادتي فيهم مجروحة، أهم شيء أقول لهم يشدوا حيلهم، وبإذن الله البطولة أي بطولة راح تجيهم بإذن الله، هم بس يشدوا حيلهم. ما فريق بدأ ببطولات، كل فريق بالاحتكاك والمشاركات بيتطور، وبإذن الله دريم تيم راح يكون الأول بإذن الله في المنطقة، بعد كده نفكر في مكة، بعد كده في الغربية بحول الله إن شاء الله. شكرا إسماعيل. شكرا لله، الله يخليك، شكرا لكم.